فكما كان الوعد من قبل نعود إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سورة البقرة بالتحديد التي قطعنا فيها شوطا من حزبها الأول، وقد كانت بعد ذلك نقلة إلى الأذكار على طلب من بعض أهل الخير، وأتممنا ما شاء الله أن نتمه من أصول الذكر من الكتاب والسنة. نعود إذن إلى كتاب الله لا مندوحة لنا عنه، فكل الدين إنما هو أساسه القرآن الكريم، وبالمنهج الذي سيرنا عليه من قبل نسير بحول الله، وهو التدبر والتبصر، لا نشتغل كثيرا بتفسير العبارات ودقائق البلاغات وأسرار البلاغة وما إلى ذلك من قضايا التي عرفت عند كثير من المفسرين، ولكن نشتغل بالمآلات والمقاصد القرآنية التي من أجلها أنزل كتاب الله جل وعلا، أي ما ينتج عن التدبر الذي أمرنا به. أفلا يتدبرون القرآن ليتدبروا آياته، إلى غير ذلك من المعاني الواردة بهذا اللفظ وبغيره. وقد كان الكلام متوقفا إلى حدود قوله جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآية. من بعد ما بينا ما يسر الله جل وعلا إلى حدود هذه الآية مما سبق ذكره من الحزب الأول من هذه السورة المباركة، وأحببنا أن نتم هذا المنهج وهذا السير. وقد علم من الأحاديث الصحاح على سبيل التذكير، وهذا كلام سبق إراده، أن سورة البقرة هي أعظم سورة في القرآن الكريم من بعد الفاتحة. سورة البقرة التي فيها ما فيها، والتي أمر من كان يقرأها من الصحابة على قومه، إلى غير ذلك من المعاني الكثيرة الواردة في هذا الأمر. ولذلك فعلا فيها من العبارات القرآنية الجامعة ما قد لا تجده في غيرها، وفيها من القصص شيء العجيب، ومن دقائقه حكم، بل فص الحكم مما أنزله الله جل وعلا للمسلمين عسى أن يعتبروا وعسى أن يأخذوا به. ولذلك كانت لها مفاتيح خاصة بها، ومن أعظم هذه المفاتيح ما نقف عليه اليوم من هذه الآية العجيبة: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل. ميثاق، وقد سبق كلام حول هذه العبارة: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ودائما في القرآن الكريم الإنسان لما يوجد العبارة ديال العهد والعبارة ديال الميثاق عليه أن يتوقف للنظر وللتدبر، فمعنى ذلك أنها هنالك شيئا يمثل علاقة بين العبد وربه، وهذه العلاقة هي علاقة العبودية وعلاقة العهد والشروط التي هي شروط حمل الأمانة والتي توضح السير إلى الله كيف يكون. فلذلك هذه الكلمات ما كتكونش عادة كلمات عادية، ولا شيء في كتاب الله عادي اطلاقا، لا شيء في كتاب الله عاد، بل كله عجيب. وقد تعجبت الجن منه، فما بالك ببني آدم، بل من أهل النظر وأهل البصيرة والبصائر. فالله جل وعلا إذ يذكرنا سبحانه وتعالى بإذ هذه التي تذكر بالماضي، كيف أنه جل وعلا أخذ الميثاق من بني إسرائيل، والميثاق عهد، لكنه من طبيعة خاصة، طبيعة فيها توثيق، فكل ميثاق عهد وليس كل عهد ميثاقا. يعني العهد كيمكن لك يعني من الناحية اللغوية كدير واحد المعاهدة، يعني كونترا، عقد بينك وبين أي واحد، فإذا كانت هذه المعاهدة يعني شفوية فهو عهد، والمؤمنون عند شروطهم وعلى عهودهم. لكن إذا كانت هذه المعاهدة مصادق عليها مجلزية كتولي ميثاق، لأن عبارة الميثاق دالة على التوثيق، فالله سبحانه وتعالى أخذ العهد الموثق على البشرية جمعاء وعلى بني إسرائيل من هذه البشرية، وطبعا علينا نحن معشر المسلمين. وما أخذ الله عهدا من بني آدم إلا وثقه. كيف يوثقه؟ بإشهاد الفطر عليه،
وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وشهادهم. الإشهاد توثيق، الإشهاد توثيق، راه واحد النوع ديال التوثيق بحال رجاليزيت من اللي كتدير شهود. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، وهذا توثيق. وفي الحديث الصحيح الذي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام حكاية عن قصة آدم حينما أهبط الأرض وقد تنازل من عمره عن 40 سنة لأحد أبنائه وهو داود عليه السلام، يعني أعطاه من العمر دياله هو سيدنا آدم، كان قد أعطاه الله 1000 سنة، أعطاه باش يعيش 1000 سنة. فلما علم أن داود إنما عمره 60 سنة قال يا رب زده، لما رأى من نور بين عينيه كما في الحديث، قال لا يكون من الأعمار إلا ما قد قضيت، قال يا رب زده من عمري 40، قال أنت وذاك، فزاده من عمره 40 بإذن الله جل وعلا. فلما أهبط آدم كما في الصحيح من السنة النبوية الثابتة وجاء أجله، جاءه ملك الموت فقال أجئت قابضا؟ قال نعم. قال بقي من عمري 40، قال أولم تعطي ابنك داود 40؟ قال لا. النبي صلى الله عليه وسلم علق على الحديث وهذا هو محل الشاهد عندنا، فجحد آدم وجحدت ذريته ونسي آدم ونسيت ذريته، ولذلك قال الله جل وعلا من قبل ولقد عهدنا عهد إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فعلق النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قائلا ولذلك جعل الله الكتبة والشهود باش يشهدوا علينا، لأن بنادم كينكر وكينسى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فتشهد الأرجل والجوارح والأيدي والملائكة بعد ذلك، والله فوق كل شهيد، وكفى بالله شهيدا. شهود كتب مواثيق وتوثيقات، والعهود اللي كيقطعها رب العالمين على بني آدم وعلى السلسلة ديال النبوات، يعني من بني إسرائيل في عهد موسى وفي عهد عيسى وعلى المسلمين منذ عهد إبراهيم عليهم الصلاة والسلام إلى عهد رسولنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، كلها مواثيق عهود مثقة، يعني ما عند الإنسان من يهرب فيها ولا فين ينكرها ولا أي حجة، لا حجة لبني آدم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حجة الناس داحضة وحجة الله دامغة غالبة. ولذلك فعلا الله سبحانه وتعالى إنما يأخذ المواثيق من الناس، وهناك يبان فعلا خطورة الانحراف اللي كيدير الإنسان، يعني لما الإنسان يعني كيتأمل فعلا العهد اللي بينه وبين رب العالمين، عهد وعهد موثق يشهد الله عليه من فوق 7 سماوات، وتشهد عليه الملائكة في السماء، وتشهد عليه الرسل، الرسل يشهدون، ويشهد أهل الخير من هذه الأمة، وعباد الله بعضهم على بعض حجة لله على عباده، صالحون من هذه الأمة حجة وحجج لله على عباده الآخرين. يعني العهد الذي بين الناس وبين رب العالمين هو من التوثيق، وكفى بالله شهيدا سبحانه وتعالى، ما محتاج هو سبحانه وتعالى باش عادي يجيب الشهود، كفى به شهيدا جل وعلا. ولكن سبحانه وتعالى يريد أن يقطع العذر وأن يجعل الإنسان يلتجئ إلى نفسه باللوم والطعن، حتى إذا أخذ نعوذ بالله من أخذ الله، لأن الأخذ هو حل القبض، قبض عليه اعتقله، إذا أخذ علمه أنه أخذ بحق وأخذ بعدل، وما أنا بظلام للعبيد. ولذلك هي عبارات من الثقل بحيث تفزع أهل البصائر والتدبر، عبارات ثقيلة ورهيبة مفزعة مخيفة. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ميثاق عهد غليظ، أول شيء أول بند في هذه العقدة أو عهد العهد ألا تعبدوا إلا الله، والعبادة بالتوحيد والتفريد لله الواحد القهار هي أول شيء أخذ على بني آدم عهدا، وفرطنا في هذا العهد أيما تفرط، وكل البلاء الذي أصاب الأنفس والمجتمعات إنما هو بالدرجة الأولى من هذه النقطة، نقطة تفريد الله سبحانه وتعالى، تفريده سبق المفردون الحديث، تفريده جل وعلا بالعبادة
والعبادة هي إعلان الولاء والطاعة الكاملة لله ولله وحده، يعني بحيث أنه الإنسان ما كيعتبر حتى شي واحد في الأرض مع رب العالمين. لما يتعلق الأمر بمعاني العبادة، ومعاني العبادة كما هو معروف في الكتاب والسنة تدور على جناحين: الخوف والرجاء، الرغب والرهاب. يعني الأمور اللي كتعلق بالخوف التعبدي، خوف ديال العبادة لا ينبغي أن يكون إلا من الله، والأمور اللي كتعلق بالرجاء التعبدي والرغب التعبدي لا ينبغي أن يكون إلا من الله وإلى الله، بحيث إنه ما خص شيء الإنسان فعلا يتدبدب ولا يتزعزع في الأمور اللي كتعلق بالعقيدة دياله من حيث التأثير في الحياة. لا أحد يؤثر في الحياة العامة الإنسان فرضا كان أو جماعة إلا رب الحياة ورب الموت جل وعلا. هو الذي يخلق، هو الذي يرزق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي ينفع وهو الذي يضر، وحده لا شريك له. والإنسان فعلا إذا أفراد الله جل وعلا بالعبادة بهذه المعاني كفاه، كيكفيه. يعني رب العالمين كيقول لك طيب أنت آمنت الإيمان الحقيقي أنت ديالي، وغادي نعطيك البرهان فعلا بعينيك تشوفه بأنني أنا الذي أرزقه وحدي أرزق ولا أحد يرزق غيري، وأنا الذي أميت وأحيي، وأنا الذي أمنع وأنا الذي أنفع. كتشوف هذاك شيء حقيقة. ومن الأشياء العجيبة من اللطائف والأسرار ديال العبادة أن الله جل وعلا جعل أمور العقائد مخفية النتائج إلى حين تجريب الإنسان وابتلائه واختباره، يعني أنه كيعطيك المقدمات وكيخبى عليك النتائج، لكن ماشي يخبى عليك ديما، لا، حتى أنت تبادر وتستجب للمقدمات ثم كيعطيك النتائج. بحال داكشي ديال الامتحان، ونعطي مثال باش يتوضح هذا المقال أو هذا الكلام. يعني مثلا الصدقة، هذا مثال مادي، أو الزكاة، مهم إخراج المال لله. إلا بغيت تحسبها حساب مادي، أنت تنفق ما في الجيب، كيقولوا أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. فهذاك اللي في الغيب، ما في الغيب ماديا، ماديا ما مضمونش. اللي مضمون أنت عندك، اللي مضمون هو أنه فلوسك مشاو، أنت رميتهم، يعني هذا المنطق المادي. أنت خرج الصدقة مشات، خليفة الله مشات، حساب دراهم، مال، كذا، بضاعة، رزق كتخرجوا تعطيه مشى. هذا كتشوف فيه بعينك مشى، وهذاك اللي كيجي ما كتشوفش فيه. فالله سبحانه وتعالى أعطاك مقدمة، قالك تصدق وغادي نعطيك، هذيك غادي نعطيك ما بينهالكش. هذا هو الإيمان، لأنه نهار تبرهن تعود لله بالاختبار أنك فعلا أنفقت لله، كيعطيك هو عود البرهان، ولكن حتى دير أنت البرهان ديالك باش كتكون مؤمن حقيقي. لأن معنى الإيمان قلنا هذا مرارا وينبغي تأكيده وتكراره، الإيمان لا يصح في العربية إلا إذا كان بالمغيبات. ما عمر الإيمان ما كيتسمى إيمان، يعني حتى بالمعنى اللغوي، حتى يكون كتأمن بشي حاجة اللي ما كتشوفهاش بعينك. أما اللي كتشوفها بعينك يعني ما صالحش في العربية تقول أؤمن به، وإنما نؤمن بالغيب. وكل عناصر الإيمان، وقد بينت هذا بالتفصيل من قبل، كل أركان الإيمان الستة وما يلحقها من فروع في الإسلام كلها غيبيات، ما كتشوفش بالعين ولو بدا لك في الظاهر عكس ذلك. فحقائق الإيمان مطلقة بالغيب، غيبية. فلما أنت كتستجب وكتقول آمنت بالله، تؤمن بالله غيبا، الذين يؤمنون بالغيب، وكتنفق مالك وتصلي صلاتك وتصوم صيامك وتحج حجك وتفعل ما تفرع عن ذلك من العبادات، على أنه الأمور عندك يقين أنها ستكون كما وعد الله. شيء عظيم جدا، لأنه يكفي أنك تؤمن بالأصل الأول، أصل الأول اللي هو وجود رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن هذا الرب العظيم هو الذي أنزل هذا القرآن، وهو الذي أرسل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فتطمئن نفسك وتتفتح روحك لكتاب الله ولحقيقة توحيد الله جل وعلا، ثم كينشرح الصدر ديال المؤمن إلى عبادة الله توحيدا. ما يبقى يآمن الإيمان العملي الحقيقي إلا بالله جل وعلا، يؤمن بأن رزقه ما قادر شي واحد في الأرض يقطع له، ولو تمالأت الأرض ضده، خجم على البشر كله ضدك. إذا كنت آمنت بالله حقا وكنت له وليا، مع من غادي تحاربوا هادو اللي غادي يكونوا ضدك؟ مع رب العالمين سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا
يعني بطغاتها وبجيوشها وبأسودها وأبيضها وأحمرها وأصفرها كلها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه جل وعلا. وهي كذلك في الدنيا قبل الآخرة سبحانه وتعالى متحكم في ملكوته جل وعلا. فإذا أفردته بالعبادة واستندت إليه وعلمت أنك استندت إلى قوي لا ينهزم عنك سبحانه حاشا وتعالى عن ذلك علو كبير، ثم الله سبحانه وتعالى يرد لك الصرف وفي الدنيا قبل الآخرة، ويريك ترى ببصيرتك وببصرك كيف أنك إذ كنت جنديا لله يجعلك الله سبحانه وتعالى سيفا من سيوفه في الأرض، يقضي بك هو سبحانه وتعالى يقضي بك قضاءه وقدره عهد. ولذلك حقيقة الإنسان منك يتأمل في الإيمان كيوجد عهد، ولكن مع الأسف دائما المشكل كيرجع أننا احنا ما عندناش الثقة الكاملة في الله، هذه هي النقطة المشكلة عندنا في أنفسنا وفي مجتمعنا. الثقة بالله أولا، قالك الله دير هذه وديرها، علاش ما كديرهاش؟ مازال ما عندناش الثقه الحقيقيه ملي كيسير كيبدا يتامل ويدقق النظر، ما باغيش نعطي لانه في مخي واخا ما كنقولهاش في اللاشعور ديالي كاينه، ما عنديش الضمانات الكافيه انه يرجع لي. اذن لا تؤمن بالله حق الايمان، لان الله تعالى قال لك نعطيك وحده بعشره، واقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، سيدنا محمد يحلف حلف اقسم في الحديث الصحيح قسما لا ينقص مال من صدقة، ما عمر المال ينقص إلا تصدقت، بالعكس يزيد. وهكذا سائر أعمال الإيمان، أنا حبيت نمثل بالصدقة لأن حساب مادي، وإلا فكل أعمال الإسلام هكذا، صلي صوم زكي حجة عامل الناس بالمعروف اشتغل بالله، اشتغل بالله تكون وليا لله. ومعنى وليا لله يعني انت ديال الله، من الولاء والولاية ديال الله، وذلك خصوص نهار ربي تعالى يختارك ويديرك دياله انتهى أمرك طافي، ما عمرك ما بقيت ترفد الهم لشي حاجة أخرى، لأن الله عز وجل آنئذ يقضي عنك كل أمور الدنيا ويكفيك كل هموم الآخرة. في الحديث من جعل همه هما واحدا، هو كيفاش يكون عبد لله، هذا هو الهم الرئيسي دياله، من جعل همه هما واحدا كفاه الله هموم الدنيا والآخرة. وإذا خدنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، اليهود هما أول طائفة فقدوا ثقة في الله سبحانه وتعالى، وبدأوا يتحاسبوا مع رب العالمين الحساب المادي، فحاسبهم الله في الدنيا حسابا عسيرا، وكذلك أمرهم يوم القيامة، حسبهم في الدنيا حساب عسير. وقد رأينا قصة البقرة من قبل، من لابدو كيتحسبوا مع الله ويتشطروا على البقرة كيفاش دايرة كذا ما هي ما لونها، كل مرة يديروا سؤال تعجيزي ربي تعالى كيزيد يضيق الدائرة، حتى صارت هذه البقرة أشبهها ما تكون بالمستحيل، وعلموا أنهم كلما تعنتوا عنت الله عليهم، وفي الأخير تابوا وقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله، عاد ارتبوا وجاءوا الطريق، وإنا إن شاء الله لمهتدون. رأس الميثاق في الإسلام وفي الدين كل الدين من سيدنا آدم تل سيدنا محمد عليهم أجمعين الصلاة والسلام، أول أساس في الدين وفي الميثاق ديال الدين توحيد الله جل وعلا. من اللي كيضطرب التوحيد يا أخي الكريم يضطرب كل شيء، وكيدخل الإنسان الخرافة وما كتبقى عنده ثقة بالله عز وجل. هذه المشكلات الشركيات اللي كتوقع للناس بالتمسح بالجدران وتقبيل الأحجار، وهذه الخرافيات اللي حصل الآن في المجتمعات العربية والإسلامية من الشرق حتى الغرب مع الأسف الشديد، السبب الرئيسي ديالها هو عدم الثقة بالله، لأن بنادم مخو ضيق كيأمن بالحاجة المادية الملموسة، خاصو حتى يلقى حجرة عادي يأمن بها، هذا ليس بإيمان، ليس بإيمان، لأن الإيمان إنما يكون بالغيب، خصك تآمن بالحاجة يعني الغيبية، وهذا معنى الإيمان في العربية، إنما يقال آمن يؤمن بالشيء الغيبي، آمن بالله تعالى، لأنه نهار كتخرج الدلائل المادية لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل إطلاقا، نهار تخرج نعوذ بالله من ذلك الوقت وتطلع الشمس من المغرب يعني يختل نظام الكون، أو تخرج الدابة التي تكلم الناس، أو ينزل المسيح عليه السلام، أو يقع أي شيء من العلامات الكبرى،
يعني كتوقع خارقة من الخوارق ديال الغيب، يعني عنصر كبير من عناصر الغيب يتجلى كينزل الواقع. ما بقيش شي واحد ديك الساعه يقول دابا عاد تبت وامنت. علاش ما بقيش فرصه للايمان؟ لان الايمان انما يكون بالغيب قبل ما تجي الدلائل الماديه. الدلائل الايمانيه كلها في كتاب الله وسنه رسول الله، تخاطب الفطره السليمه في الانسان. نهار تجي وتبدا تقرا القران الكريم وتعيش الحياه القرانيه وتوجد فعلا ان هذا الكلام انما يصدر كما قال ابو بكر الصديق من ال يعني رب العالمين الله جل وعلا، تشهد ذلك وتجده وتنشرح سريرتك للايمان، تم فعلا يمكن ان يقال هذا مؤمن. وتعطي البرهان دياله، البرهان دياله يعني انك تخرج للميدان العملي وتطبق الغيب. الغيب طبقه، فحينما تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة وتوضأ وتلتزم بهذا الشيء، فمعناه أنك طبقت الإيمان في الواقع. لأنه بنادم إلى هذا الشيء فيه الشك، ولاش حنا وهاد التمارة هذه؟ توضأ واغتسل، الصلاة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وما تزيد من النوافل، كل ذلك إنما هو برهان لك على أن ما وقر في قلبك صدق، وما راكش يشك في راسك. ولذلك في الحديث والصدقة برهان، دليل مادي فعلا، دليل مادي على أمر غيبي، شيء عجيب جدا. ولذلك توحيد الله سبحانه وتعالى أصل الأصول. نهار بنادم فعلا يتعاشر مع الإيمان، رأى مع الأسف المشكل ديالنا الإيمان ديالنا غير ضمغي، إنما هو ذهني تصوري، ما معاشرينش معاه، يعني ما كان عيشوش في الليل والنهار. نهار نبدأ نعيشوا الإيمان ديالنا فعلا، ويقرر الإنسان يدوق هذه الحقيقة الإيمانية ويعيشها في الحياة دياله، غادي يبدأ يشوف بالبصيرة دياله ويدرك كيف أن الله يتصرف في كل صغيرة وكبيرة في حياته. سبحان الله العظيم، تبدأ تبلك الحياة ديالك وحياة الآخرين كلها، يبدأ تشوف التدبير الإلهي، تبدأ تشوف فعلا التدبير الإلهي، تبصره لا يخفى عليك، وتبدأ تعجب من بندم، تبدأ تعجب من بندم كيفاش حل عيني وما كيشوف. يعني سبحان الله العظيم، يعني كيوقع للإنسان بحال واحد النوع ديال أنه كتوقع له واحد القوة نظرية أخرى من غير القوة النظرية المادية ديال الناس، فيبصر حقائق الشأن الإلهي في المجتمع البشري الإنساني، كيف يتصرف الرحمن جل وعلا في الليل والنهار في الأفراد والجماعات والمؤسسات وفي الصراع البشري العالمي. ما كتخفاش الإرادة الإلهية كيف تتصرف وكيف تأخذ الظالم وتعمي بصيرته ليرتكب حماقات من أجل أن ينحر نفسه ومن أجل أن يسجل بداية نهايته تقديرا من رب العالمين ماشي الخاطر، شيء غريبة فعلا. وكيف سبحانه وتعالى ينصر المستضعفين في الأرض إذا جاءوا واتخذوا صراط السير إلى الله جل وعلا بصدق، فيمكن لهم بإذنه جل وعلا بعد أن يصفيهم من أوزارهم وخبائثهم التي حملوها قرونا طويلة. توحيد الله سبحانه وتعالى هو رأس الحكمة، رأس الحكمة، ولذلك جعله الله جل وعلا أول بند في علاقته سبحانه مع العباد دياله، أول بند. إذا صلح واستقام استقام كل شيء، وإذا انحرف وعوج مع الأسف انحرف كل شيء. ماشي عبات باش يجي القرآن الكريم ويمضي 13 سنة تخصص واحد في الدين، توحيد الله سبحانه وتعالى. مع أنه واحد الغلطة شائعة يقولوا أنه زعما في المرحلة اللي جت من بعد، يعني 13 سنة والقرآن ينزل في مكة يقرر حقيقة واحدة هي توحيد الله، والعشر سنوات الباقية في المدينة كان فيها التشريع، كان فيها التشريع نعم، ولكن قبل ذلك وبعد ذلك ومع ذلك توحيد الله سبحانه وتعالى. مع مر القرآن ما خط التوحيد، وهذه سورة البقرة مدنية وكلها توحيد من بدايتها إلى آخرها، كلها توحيد في التشريع وفي الأحكام وفي القصص والأمثال، كلها توحيد. القرآن قصصه توحيده تشريعه كله كتاب، كتاب أنزله الله ليتعرف الناس على الله، والتعرف إلى الله إنما هو التوحيد. بالتشريع بالحلال والحرام كتعرف الله سبحانه وتعالى، تعرفه، تعرف، تتعرف إليه حقيقة فعلا. البنود المؤمنون فعلا، البنادم لما يبدأ يقرأ القرآن وتلقى يعني ميثاق عهد وقف عندك تقرأ بالزربة، قرأ ورجع الآية، راها كتعنيك، راها في هذيك الكونترال اللي بينك وبين رب العالمين، شوف أشنو خصك باش تلقى نفسك وتعرف نفسك. وإذا عرفت نفسك عرفت ربك. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، سبحان الله العظيم، كتلقى في بعض المواقع أن اعبدوا الله، ولكن هنا
لا تعبدون إلا الله، وهي عنوان الإسلام الدين ديالنا، لا إله إلا الله. كان ممكن مثلا باش نعرفوا الفرق الدقيق والسر والحكمة من الآية، ممكن نقولوا نصوغوا الشهادة ديال الإسلام، نصوغوها بالصياغة التالية، نقولوا الله واحد رسوله محمد، كيبان بأنه المعنى هو هو الله واحد رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، لكن ما عندناش هذه الصيغة، هي الصيغة اللي كتمثل مفتاح الدين والشهادة ديال الكفر اللي بغي يدخل الإسلام. عندنا لا إله إلا الله، نفي وإثبات، يعني أنه الإنسان مطلوب منه يجرد القلب دياله، يخويه ويعمره، ما كافيش تعمره، خويه أولا عاد تعمره. فلا إله إفراغ للقلب وللعقل وللوجدان من كل تعلق، وإلا الله ملؤه بشيء واحد هو التعلق به وحده. ربي تعالى كيرفض الشريك، ما قابلش، ما قابلش تعبده وتعبد غيره، ما قابلش تخاف منه وتخاف من غيره، ما قابلش تطلب منه وتطلب من غيره، يا تطلبه بوحده يا كيقول لك بعد عليا. ولذلك سمى صورة التوحيد صورة الإخلاص كما بينه قبله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، لم فيها شيء من الإثبات وفيها شيء من النفي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة بها يقرنها بقل يا أيها الكافرون، لأن يعني بجوج كيكملوا بجوج كيعطيوا عقيدة الإسلام كاملة، وهي لا إله إلا الله، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني نفي في نفي في نفي في نفي، لكم دينكم ولي دين، لا تعبدون إلا الله. يعني بنادم ما واش الطريق ديال الله سبحانه وتعالى، ولكن الشيطان لا بد كيجي ويبدا يخلعوا بالأسباب. كيف تكون هذه الأسباب؟ من مسبب الأسباب؟ أليس الله رب العالمين؟ بلى. فإذا أنا نمشي للمولشي الكبير ونقول له يا ربي احكم فلان يقضي لي هذا الغرض ويجيب لي ويدير لي، واحكم فلان راه ظلمني ودار لي ودار لي ودار لي، شكي لمولاك ومولاه ومولشي كامل. حينما تقع بقلبك هذه الحقيقة كاملة صافية، راه إلا فيها غير نقطة واحدة مسخة، رب العالمين كيتسناك تتصفيها. ولذلك شحال من واحد كيقول طلبت الله ما عطانيش، إذن أنت تدعوه على حرف، كتمتحن ربي سبحانه، لا يمتحن بل أنت وأنا وأنت، إحنا اللي كنتمتحنه، لا يسأل عما يفعل. عندك عندك من أسوأ الآداب والأخلاق، من أسوأ الأخلاق أنه بنادم ماشي يقولها غير تجي لخاطره يقول طلبت وما عطانيش. يا لطيف يا لطيف، هذه ركتب كدير الامتحان لرب العالمين، يعني بغض النظر على كونها كبيرة من الكبائر، سوء أدب وسوء خلق مع رب العالمين، سوء أدب، لأن يعني بحال كتجربه وكتمتحنه، إذن هو يمتحنك، بل هو الذي امتحنك وخسرت الامتحان إذ وقع بقلبك هذا ونطقت به. بقى عبد كما ذكرناه في أواخر سورة البقرة لما نزل الله سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. كبر ذلك على الصحابة، جاهم صعيب، كيفاش يحاسبني ربي هذاك الشيء اللي وقع في خاطري قبل ما نقوله؟ ففزعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مستجيرين مستنجدين مستفسرين، كأنهم زعما يعني هذا الشيء بغوا يقولوا ما قالوش، ولكن يعني لسان الحال كيقولوا هذا الشيء ماشي معقول. فقال لهم عليه الصلاة والسلام أو تريدون أن تكونوا كأصحاب موسى الذين قالوا سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. وتنبهوا عرفوا شكي قصد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا يليق في مقام الأدب مع رب العالمين أن يستدرك العبد على مولاه، ما تستدركش عليه جل وعلا، ما تقولوش ولكن. فعرفوا فص الحكمة وقالوا سمعنا وأطعنا، ورضي الله آنئذ عنهم وأنزلها نصا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يعني واحد الإنقياد، وهذا أدق تعبير عن هذا المعنى، إنقياد واستسلام كامل لله الواحد القهار، حال سيدنا إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذيك أسلم ماشي زعما ولي مسلم، لا، عمق، يعني أجي أنت كامل، يعني انقد لله من الانقياد، زعما تواطت قد لله، قال يا ربي هاني مواطن قد لله، ما بقيش فيها الشعرة تحرك بين يديك إلا بإذنك، قال أسلمت لرب العالمين. هذا التوحيد، هذا التوحيد الحقيقي،
وهو رأس الحكمة وأول عنصر في عهد الله إلى بني آدم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فحقيقة فعلا الإنسان اللي بغير يرتب دينه ويرتب حياته عليه أن ينظر إلى بنود هذا الدين من الآيات التي ذكرت هذه الخصائص وهذه البنود بشكل مدقق ومرتب وحدة. ولذلك سأذكر بعض الكلام حول هذا الترتيب العجيب. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى، تأملوا راه كل كلمة أحدى كلمة شدت الدور ديالها ووحدة ما خصها تقدم على الأخرى. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. هاد جو الناس ياك هادوك تهما ناس الوالدين وولي القربى واليتامى والمساكين ناس، ولكن هادو خصوص الناس. سبحان الله العظيم، ما كاينش حاجه معوده في القران، ما فيش تكرار ابدا. فمن بعد توحيد الله تعالى افراد الله سبحانه وتعالى بالعبوديه امرك بوالديك ان تحسن التعامل معهما وبالوالدين احسانا، هذا مفعول مطلق لفعل مقدر محذوف، اي وان تحسن الى والديك احسانا، يعني الرتبة ديال التعامل رقم واحد أحسن تعامل خصو يكون عندك يكون مع والديك هما الأولين. وذي القربى خوك بن عمك أي واحد من القربى. واليتامى حقيقة الواو لا يفيد الترتيب العربية ولكن بلاغيا يفيده، يعني ماشي اللي تذكر الأول بحال اللي تذكر الثاني أبدا، ما عمرها ما تكون. وإلا فلا معنى إذن لترتيب الكلام أصلا. من بعد أولي القربى كيجيو فعلا اليتامى، لأنه الأمة واجب عليها تحمي الضعاف فيها، وأضعف الضعاف اليتيم ويليه المسكين. ثم قال جل وعلا وقولوا كلام يكون فمك يخرج العسل، كونش بنادم قبيح. وقولوا للناس حسنا، وجاب اسم ما جابش مصدر، حسن ضد القبح. ولذلك سبحان الله العظيم لستدري كيف يفهم بعض الناس أن التشنج والتخشب في الكلام من الإيمان. حاشا، هذا افتراء على دين الله السمح، كذب. نهار تشوف واحد مخشب في الكلام دياله، سيء في التعبير دياله، ينفر الناس. والله الذي لا إله إلا هو عنده جوج المشكلات، ما فهم الإسلام حق الفهم يا واحد، وما وقر الإيمان في قلبه على حقيقته. وهذه أخطر، يعني الفهمة ديالو الدين معوجة، والمصيبة الكبر يعني حتى الإيمان ديالو هو ما صافيش، الإيمان ديالو موسخ، فيه شيء من حب ذاتي، فيه شيء من الكبر، فيه شيء من الانتصار لنفسه لا لله. عمر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهالسيرة كينا نقراوها ونعودوها، ما آذى شي واحد بالكلام ديالو، بل كان يتأدب غاية الأدب حتى مع الكافر ما لم يكن هذا الكافر محاربا. كيحكي واحد الصحابي وكان من أهل الشعر في الجاهلية، قبل أن يسلم، قبل ما يسلم جاء هو واحد صاحبه لعند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له واحد فيهم أتعرفني؟ قال نعم، أنت شريكي، باع وشرى معه قبل ما يكون سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رسول، قبل ما تجيه البعثة، والآخر باقي على جاهليته. والآخر قال له وهذا واش تعرفه؟ قال له نعم، هذا فلان الشاعر، يعني أعطاه اللقب اللي عارفه غادي يعجبه. وكانت العرب بكري يعني الشاعر عندهم بحال شي يعني ملك الكلام، كان عندهم مقدس بين قوسين يعني، فذكره بأحب صفة إليه. فما بالك بالمؤمنين والمسلمين. سيدنا أنس خدم ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، خدمه زهاء 10 سنين وهو يخدمه، قال عمرو ما قال لي الحاجة درتها علاش درتها، وحاجة ما درتهاش علاش ما درتهاش. أي آداب هذا وأي خلق، وإنك لعلى خلق عظيم. وقولوا للناس حسنا، يعني سبحان الله العظيم، يعني أعطى المعاملات من بعد توحيد الله. إذا كتوحد الله حقيقة وكتحب الله صدقا فعليك أن تعامل عياله أي العباد بما وقع في قلبك من حب الله وخوفه، وعلى رأس أولئك والداك، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، يعني كلهم إحسانا 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 إحسانا، هذا التعبير بالمعنى. وبالوالدين إحسانا وذي القربى، أي وبذي القربى إحسانا،
كلهم يعني نفس الطريقة ونفس الخدمة ونفس المنهج، لكن الوالدين مقدمين، أي أنك عليك أن تعامل الوالدين بالإحسان، يعني أن تحسن إلى والديك، دير لهم الخير، دير لهم الخير بواحد الشكل عالي على حساب يعني الجهد ديالك حتى ينقطع جهده، وتتبع الوالدين ديالك هاد المراتب، ذوي القربى واليتامى والمساكين. عموم الناس راه بدل التعبير هنا، بدل الكلام، ما قالش والناس، يقول قال والناس، إذن حتى هما إحسانا أي بنفس المنهج، لكن ذلك طبعا فوق طاقة البشر. فقال جل وعلا وقولوا، يعني الكلمة الطيبة، وقولوا للناس حسنا. وجل وعلا هو سبحانه لا يكلف الإنسان فوق طاقته، لأن الناس فيهم اللي تبغيه فيهم اللي ما تبغيش، وما تقدرش النفس ديالك دير الخير لكل الناس، وعمليا ولو أحببت ذلك لا تستطيع، ما تقدرش، لأن البشر محدودة الطاقة دياله. فإذن لن تسع الناس بمالك، ولكن ستسعه بقلبك بخلقك. وأول تعبير على القلب والخلق لسان. وقولوا للناس حسنا، يعني الكلمة الطيبة فرقها في كل موضع، وعلى رأس هذا الكلام الطيب إفشاء السلام، أفشوا السلام كما في الحديث. فشيء عجيب جدا، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى أعطانا الأدوات باش نصنعوا مجتمع متين ومتمسك، لو أن الناس طبقوا هذا ما تمزق المجتمع ولا خرجت منه نتوءات، ما يكون فيه العوجية، يعني الأمور مسجدة مزيان والمجتمع مقد مزيان، تلما كيبغي شي واحد يتعوج ما كيقدرش، لأنه كيلقى كله مسلوك غادي في اتجاه واحد، كيتواطى بالسيف عليه. ولذلك ملي كيعوج كل شيء كيسهال، يبانوا الحفار ويبانوا الشناقر وكل شيء كيعوج مع الأسف، ككثير من مظاهر واقعنا الحالي. يعطى الله واحد، علاش كتبلك العوجية في المجتمع؟ لأن الدنيا معوجة فعلا، المجتمع معوج، أنا وانت ليكون كانت فعلا العلاقات الاجتماعية بالمستوى الديني المطلوب، حتى اللي بغى يتعوج ما كيقدرش. ولذلك أهل الشر كانوا يستخفون بشرهم من قبله لما كان الوضع الاجتماعي ديني مقد، فلما اختل الميزان سهل الاختلال وتطبع الناس عليه. ولذلك العهد اللي قطعوا رب العالمين على المسلمين على بني آدم وذكر بني إسرائيل به في هذا السياق كان هو هذا بهذا الترتيب، وقولوا للناس حسنا. والشيء العجيب اللطيف عاد من بعد هذا الشيء، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني بنادم إلا فكر بالمنطق هكذا العام يقول لي وخص يجي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من بعد التوحيد، فإذا به يعني خلها من بعد التوحيد أولا، وصرف لي يدك التوحيد في العلاقات ديالك الاجتماعية مع الناس، ثم بعد ذلك فقط جاء بالصلاة والزكاة. ماشي باش يقول لك هذا الشيء زيد ناقص، حشا، ماشي باش يقول لنا هذا الشيء زيد ناقص، لا، ولكن من أجل أن يثبت لك أن صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك لا ينفعك إذا كانت علاقاتك مع الناس علاقة الإيذاء والأذى. حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار، ما عنده حتى ريال، هذا هو المفلس. يعني المفلس يعني بالعربية القديمة هو اللي بالمعنى العامي المعاصر باللفظ الفرنسي مسيزي، ما عنده والو، هذا مفلس، الإفلاس والتفليس هو السيزي، ما عنده حتى شيء. قال لهم لا، إنما المفلس من جاء بصلاة وصيام وزكاة، يعني جايب الدين معه من أصول العبادات، ولكن أخذ مال هذا وشتم هذا، يعني العلاقات دياله الاجتماعية مفلسة، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى لا يبقى له شيء من حسناته، ثم يؤخذ من سيئاتهم ويوضع على سيئاته، وكيولي تحت الصفر، ماشي حتى الصفر، هذا مفلس فعلا. ولذلك نبهنا رب العالمين إلى أنه ينبغي أن نحتاط بعد توحيد الله في معاملتنا مع الناس كأن المعاملة جزء من التوحيد وحقيقة، لأنه دين المعاملة، نعم، لأنه لما واحد تنافق شخصا وتظهر له المودة رغبا ورهبا في شيء عنده، خوفا منه أو رغبة في شيء، عندك مصلحة فيه، نهارتك من مصلحتك تعادي، فهذا شرك خفي، هذا عبادة للأسباب المادية. ولذلك حقيقة المتأمل في العلاقات الاجتماعية كيوجدها فروع ديال التوحيد، فكأنه ذكر أصل التوحيد الذي هو إفراد الله وحده بالعبودية، وذكر له فروعا، وأول فروعه كيف أنت مع الناس، ثم بعد ذلك ذكر العبادة التي هي وسيلة التقرب إلى الله جل وعلا ووسيلة إصلاح النفس. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة،
هذه العناصر الأساسية فعلا ديال العهد والميثاق اللي بغى فعلا قرر أنه يحقق المصالحة مع الله سبحانه وتعالى. نقول قولنا هذا ونستغفره جل وعلا لما فرطنا وقصرنا ونتوب إليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.